مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا المباشر من حصتكم ولا اروع. ان شاء الله تقضيوا معايا قيد تكون مليح. مباشره قلنا راح نوسيو ثلاث وصفات وتقدروا تشوفوا هذه الحصه مباشره. تعودتوا على هذا الشيء مباشره على الصفحه الرسميه الفيسبوك هذيك الانستغرام سميره تي في. ما تنساوش الارقام الهاتفيه اللي تعودتوا عليها كذلك راح تظهر في اسفل الشاشه. الكراس والسياله باش دونوا كل مقادير طريقه تحضير تاع الوصفات نهار اليوم. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي راح نديروا مرقه بيضاء، راح نديروا بطاطا اللي راح نحشيوها بالسلق بالشامبينيون. تشوفوا الطريقه طريقه التحضير تاع هذه الوصفه مع المقادير طبعا. ووصفه ثانيه عندنا الخبز اللي راح يجي بزاف خفيف اللي تقدروا ديروه دي ساندويتش لاولادكم يدوه للمجه. والوصفه الثالثه راح تكون باتسابلي راح نديروها طرطه عملاقه يعني عائليه. طريقة كذلك بسيطة وحتى المقادير بسيطة وناجحة 100%. يلا ما نطولش عليكم، مش تكونوا وجدتوا الكراس والأرقام اللي تشوفوا فيها هي تظهر في أسفل الشاشة. يعني ما تتردوش اتصلوا بينا. قلنا الوصفة الأولى واش نسحقوا فيها؟ عندنا قلنا راح نديروا مرقة بيضاء عادية كما اللي تعرفوها كامل. هنا راح نديروها بالدجاج. عندنا طرف تاع الدجاج. هذه المرقة اللي راح نديروها بيضاء قلنا. عندنا حبة بصل تكون متوسطة مسكرفتها. شوية فلفل أبيض. ملح، شويه زيت، شويه مارغرين اللي حبيتو، وتخليو الدجاج تاعكم عادي وتمرقوه. بالنسبه للكويرات اللي حنديرهم بالبطاطا، هنا بطاطا غليتها شويه تاع الملح، من بعد رايحين ترحيو ولا تعبزوها بالفرشيطه. ما تميكسيوهاش، ها هاي ليك رايحين ميكسيوها بالفرشيطه. والحشو تاع هاد البطاطا راح يكون سلق. خديت هنا غير الورق كما راكم تشوفوا، نحيت هذوك لي تيج. وعندنا شويه تاع الشامبينيون، سينات تاع الثوم، وعندنا كذلك توابل خاصه بالدجاج. هادو هما المقادير. يلا نروحوا طريقه تحضير تاع هذه الوصفه بنينه بزاف بزاف. هنا نوجدوا المرقه هي الاولى. هنا راح ناخذ شويه تاع الزيت هكذا، قلنا شويه زيت وشويه مارغرين. ناخذ شويه مارغرين، يلا ناخذ شويه مارغرين. قلنا هنا رايحين تخليو الزيت تاعكم تسخن طبعا، وهذا المارغرين ذوب. وعندنا حبه بصل تكون متوسطه، رايحين تسكرفجوها ولا تميكسيوها كيما حبيتو. يلا هاي لك حبه بصل، قلنا تكون متوسطه رايحين تسكرفجوها. نسبقوا فيها هي الاولى، راح نقليو شويه البصل تاعنا. هنا قلنا نخليو البصل تاعنا يتقلى. من جهه واحده اخرى هنا ناخذ مقله ونحط لها شويه تاع الزيت. خليو الزيت تاعنا تسخن، نقطعو الشامبينيون تاعنا. وطبعا الى عندكم الشامبينيون هاد الفري راح يكون احسن. ها بنين. بالنسبه للبطاطا اللي فهمتكم قلت لكم رايحين تغليوها، من بعد رايحين تصفيوها شويه تاع الملح وتصفيوها وتعبزوها بالفرشيطه. ما تميكسيوهاش، لازم تكون هكذا. شوفوا تكون هكذا خشينه. ها هاي لك. هنا نقطع الشامبينيون تاعنا ترديكه. يلا شوفوا هنا قلنا نقطع الشامبينيون تاعنا. هنا نقطعوا شويه يكون صغير باش نقدر نحشي به البطاطا تاعنا. شوفوا هكذا بهذه الطريقة. شوفوا نحاولوا نقطعوه شوية صغير باش من بعد كي تكونوا تحشيو هذيك البطاطا يجيكم ساهل. هنا
قلنا تاخذوا جربطه تاع السلق ولا ثلاثه كيما حبيتوا، تاخذوا غير لاطيش، يعني لاطيش هذيك تنحيوها، تخليو غير الورق، تغسلوه مليح، تقطعوه بهذه الطريقه. نحط السلق تاعي يتقلى بهذه الطريقه، ردوا بالكم ما ديرولوش الملح بزاف باش ما يجيش مالح. شويه تاع فلفل الكحل هكذا، وشويه تاع الملح، الملح ماشي بزاف، ها بهذه الطريقه. نزيد نقطع الشامبينيون، هكذا ونزيد الشامبينيون يتقلى مع هذا السلق. هكذا ونزيد هنا قلنا سنين تاع الثوم هذا باش يجيني بنين. هذه السنه الاولى، هنا استعملت السنات تاع الثوم، شوف تحبوا ديروا غير السلق ديروا غير السلقه، وشنو دوزنوه شويه تاع الثوم ملح وفلفل الكحل. هنا نزيد شويه شامبينيون ونروح نستقبلوا اول مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم ام عبد الرؤوف، واش راكي لاباس؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام، واش راكي لاباس؟ واش راه من قسنطينه؟ والله الحمد لله، ربي يحفظك. الحمد لله، الحمد لله كامل. الحمد لله يا رب. الحمد لله، الحمد لله. مرحبا بك. بك عايشك. وزرت لنا اليوم فاس؟ اليوم راح نديروا واحد الكوارات اللي راح نحشيوهم بالشامبينيون والسلق، ونديروا لهم مرقه بيضاء. طبعا نحشي البطاطا بالسلق والشامبينيون والشامبينيون، ونزيدوا لهم مرقه بيضاء، يجوا بزاف بنان. الله يسلمك. الله يبارك فيك ان شاء الله. وانت واش درتي فطور ام عبد الرؤوف؟ انا عندي اليوم وليمه تاع ولدي، خطبت لوليدي، درت شخشوخه وجاري. بالبركه عليه، بالبركه عليكم. بالبركه عليكم. شباح، درت شباح فاز. واش درتي؟ درت الشوربه كما تقولوا انتم احنا الجاري نقولوا له. صح. وشخشوخه درت شباح. شباح صفره؟ نعم. الله يبارك. بارك فيك عايشك. بالبركه عليكم ام عبد الرؤوف. بارك فيك عايشك. ربي يهنيه ان شاء الله. امين ان شاء الله، يعني يوم نتمنى محمد ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. صافي خلاص ام عبد الرؤوف حتجيبي العروسه. ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله نجيبها. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بالبركه عليكم. عايشك بارك فيك عايشك. الله يسلمك تعيشي. شكرا لك ام عبد الرؤوف. شكرا لك. نعاود نوليو لهنا للمرقه تاعنا. كي يتقلى البصل راح نحطوا الدجاج. هاوليك. نزيدوا هنا الملح طبعا، شويه فلفل ابيض باش المرقه تاعكم ما تكحلش، وعندنا شويه توابل خاصه بالدجاج. هكذا نزيدوا نقليوا هذا الدجاج مع هذا البصل. هكذا بهذه الطريقة طبعا توجدوا الماء سخون باش تمرقوا. يلا نحي هذه منا. قلنا هنا نقليو الدجاج مليح، من بعد راح نمرقو بالماء سخون. هكذا هنا نمرقو ونخليو الدجاج تاعنا يطيب. بهذه الطريقة ريحتها ولا اروع صدقوني. يلا هذا بالنسبه للمرقه، راح نخليوها طيب. الشامبينيون تاعنا والسلق قلنا راح نخليوهم يتقلاو مليح.
بهذه الطريقة. البطاطا تاعنا راهي واجدة، باش ما نضيعوش الوقت راح نخليو الحشو تاعنا قلنا فيه السلق والشامبينيون يتقلاو مليح ويشرب هذاك السلق يشرب كامل الماء تاعو باش ما يغبنكمش. ومن بعد كي تحشيو هذه البطاطا نروحوا نواسيو الخبز تاعنا. الوصفه هذه ان شاء الله تكونوا فهمتوها سهله، دوك نعاودوا ليها نقول لكم كيفاش راح نحشيو هذه البطاطا تاعنا. يلا الخبز تاعنا تاع نهار اليوم ساهل ما ياخذ لكمش الوقت، وقلت لكم تقدروا هذا الخبز ما تحشيوه ديروه دي ساندويتش تدوه ولادكم للمجا، ولا تقدروا ميم نتوما البحر ولا الغابه كيما حبيتوا. هنا عندي كاس ونص تاع حليب يكون دافي، كاس ونص حليب يكون دافي، زوج مغارف كبار تاع السكر، وعندنا مغرف كبيره خميره تاع الخبز، وعندنا حبه بيض هاي ليك حبه بيض، وعندنا نص كاس تاع الزيت، الكاس اللي تشربوا به الماء عادي في الدار راح نواسيو نص كاس. يلا ناخذوا اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك، واش راكم واش راهم ناس تيبازا؟ والله غير لاباس الحمد لله. الحمد لله. ام وسيم. ام وسيم تفضلي. مرحبا بك. عندك الوصفات ما شاء الله. الله يحفظك يطول عمرك. وراكي تجربي ام وسيم؟ اني نجرب. الحمد لله الحمد لله. واش جربتي قولي لي؟ جربت هذاك لي غراتا نتاعك نحبهم. يلا بصحتكم. وبنان. اي سلمك. بنان ام وسيم. والله غير هايلين كامل ولا اروع. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله بصحتكم ام وسيم. اي سلمك اي سلمك. الله يسلمك. كاش وصفات اللي حاب نقدموها لك ام وسيم؟ بريوش بريوش، هاي حب البريوش وليدي يحب البريوش. وما شفتيش البريوش اللي درته؟ درت بريوش المره اللي فاتت، مانيش عارف علاش شتيهم. لا لا شت خطره وحده اللي درتها ما كانش من هذاك الخطره ما درتهاش كامل. معليش ان شاء الله نزيدو نديرو وصفه تاع البريوش باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك ام وسيم. شكرا لك، يعطيك الصحه. تحياتي لك وتحيه لكل الناس تيبازا. قلنا الخبز تاعنا فيه كاس ونص حليب يكون دافي ماشي سخونه، دافي، وعندكم زوج مغارف كبار تاع السكر، ومغرف كبيره خميره تاع الخبز، وقلنا نص كاس تاع الزيت، وحبه بيض كامله راح نخلطوهم مع بعض. وانتم في الدار خلوهم يعني غطيو هذا الخليط، خليوه 10 دقائق يعني الخميره تاعكم تتفاعل، ومن بعد راح نواسيو فارينا. شوفوا هنا الخبز تاعكم ما لازمش يكون ناشف بزاف، لاباط ما لازمش تكون ناشفه باش يجيكم خفيف ويطلع لكم بالخف. دونك هنا نحط فارينه هكذا، ونخلي الخبز تاعنا بلا ما تدلكوه ما والو، نطموه برك. هنا الحشو تاعنا راهو خلاص راهو تقلى، راح نحطه هنا باش يبرد. دونك هنا الحشو داخل، قلنا الحشو تاعنا نخليوه يبرد، ودوك نوري لكم كيفاش تكون لاباط تاع هذا الخبز. لاباط تاعنا راهي واجده، شوفوا لازم تكون هكذا طريه، كون تشوفوا كيفاش راهي تلصق. طبعا نطموها بشويه فارينه وتخليوه
في الدار يخمر المره الاولى كيما راه تغطيوه وتخليوه يخمر، من بعد باش تشكلوا الخبز تاعكم وتزيدوا تخليوه يخمر المره الثانيه وتدخلوه على درجه الحراره 200 درجه. يلا ناخذوا اتصال. السلام عليكم. سلام. واش راكي سيده زهره؟ لاباس الحمد لله وانت بخير. الحمد لله. منين راكي تكلمينا؟ انا نتكلم. نعم. الو. الو. تفضلي سيده زهره. انت كملت انا من حميد. مرحبا بك. بك وهلا. مرحبا بك. بك وهلا. الله يسلمك تعيشي. يسلمك. تفضلي سيده زهره. انا. واش جربتي ما جربتيش وصفات كي تنجحي؟ كان شوف ماشي كاين يديروا في سميرتي في ديال فارس كاينين نعرف لهم بزاف نعرف لهم انا من بكري. واش قلتي لي سيده زهره؟ حاجه اللي يديرها سميرتي في ولا يديرها فارس ولا ديرها هذيك بندريم ولا كاين حوايج نعرف لهم بزاف. صح نعرف لهم بزاف. الخبز لي شويه ما يخطات يخرج لي مليح خطات لا لا. صحة يسلمك. شوفي الخبز لاباط تاعك لازم تكون طرية ما ديريهاش كامل ناشفة. ولا غدرتها طرية كيف كيف طرية ولا ناشفة كيف كيف ما نعقلها دقيق ولا كيفاش يجيك ثقيل ولا ما يخمرش ولا وشنو؟ انا يخمر لي وكما كي نديرو في الكوشة يحبط يحبط يحبط. وكي ديريه في الفرن تاعك ما لازمش تخبطيه ثاني باش الخبز ما يحبطش. ما تحلوش الباب حتى يخمر. ما تحليش الباب ممكن تحط تحت غير بالعقل. حتى تاخذ الصفوريه. اه؟ حتى تاخذ الصفوريه ولا شويه تاع الحموريه باش تحل الباب. اها. ايه. وكيف كيف يحبط. كيف كيف. ما مطادع كيف كيف تخطات تجيني مليح خطات تجيني ماشي مليح. باش تقول طابع. بالك الفرن تاعك ماشي مليح ولا؟ ماشي الفرن ديالي فيه هذاك الفونتيلاتور فيه كلش. فور فونتيلي كلش. ايه فونتيلي وكامل. شريتو 5 ملايين و100. دونك وراه المشكل؟ ايه مانيش عارف وراه المشكل، يعني نشوف كي الخبز نشوف نستغرب. لازم كي تعاودي الوصفه وروحي غير بالعقل، تبتي روحك، قلت لك لاباط لازم تكون طريه باش تعاونك باش تخمر، وخليه يخمر المره الاولى. من بعد كي تفاصوني الخبز تاعك زيدي خليه يخمر مره ثانيه، وكي ترفديه باش تحطيه في الفرن رفديه غير بالعقل ما تخبطيهش باش ما يحبطش، وما تحليش الفرن تاعك كما قلت حتى ياخذ هذيك الصفوريه شويه باش تقدري تحلي الفرن تاعك باش ما يحبطلكش. شوفوا هنا الخبز تاعكم هايلك، شوفوا لاباط ما شاء الله هايلك ولا اروع. دونك هنا نقطعوا الخبز تاعنا، شوفوا معايا ما تنساوش الملح. شوفوا هنا نقطع الخبز هكذا بهذه الطريقة، يلا هكذا هاكو تشوفوا لاباط كيفاش تكون طريه باش هذا الخبز يجيكم خفيف وما يطولش في يعني باش يخمر. دونك نكور لاباط تاعي بهذه الطريقه هكذا نزيد. شوف نحاول انهم نديرهم كامل كيف كيف. هكذا ندور كامل لاباط تاعي، من بعد ديروا الشكل اللي حبيتوه تاع الخبز. ودوك نوريكم الشكل اللي راح نديرو اليوم انا، وتزيدوا من بعد تطليوه بالبيض حبه بيض كامله، تقدروا تزيدوا لها شويه حليب وتزيدوا تخليوه يخمر المره الثانيه. من بعد قلنا نطيبوه على درجه حراره 200 درجه حتى ياخذ التحميره ونحيوه. هذا الخبز تقدروا تقدموه كيما راه، تقدروا
قلنا تحشيوه لداخل بشي اللي حبيتوه ولا بشي اللي يحبوه ولادكم، ويعطيوهم يدوه لهم جمعاهم للمدرسه. شوفوا هكذا ها، يلا هذا هو الخبز تاعنا. هنا نجيبو سنين ولا تدخل للفرن، هاي ليك. يلا ناخذ اتصال ام سفيان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك. جيك واش كفاش لاباس؟ والله غير الحمد لله. واش راهم ناس قسنطينه؟ والله نحمد ربي. والله ما نسالوا عليك اني ام اني اخت عبد الرؤوف ام عبد ام انا اخت انا اختها الله كبيرة. يبارك. مرحبا بك. بيك يا عيش. حنا وعندها لهنا خطبه ابنها، احنا وهنايا عندها ضياف. حنا كلينا بارك عليكم. يبارك فيك العقبال وليداتك ان شاء الله وباك لبناتك ان شاء الله. امين ان شاء الله ان شاء الله. حبيت اتصل بك قداها، وما اليوم كي جيت عندها عطاتني النمره راني حكمتك اليوم. مرحبا بك. مرحبا بك. راني نشتي نشوف الحصه تاعك بزاف. ها؟ اه نشتي نشوف الحصه تاعك، يعني اكثر قيمه يعني راك يعني اسم فارس يعني خرجت عليك. الله يسلمك يطول عمرك. فارس فارس يعني وكثر صح. الله يحفظك بارك الله فيك. ان شاء الله يبارك فيك يعيشك. خير وليدات لاباس حتى لاباس. والله غير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله يا لله. الحمد لله الحمد لله يا ربي يا ربي يسلمك. صحتكم مشبه السفره. اختي ثانيه هنا كلينا شاح الصفرا اخت شوخه. الله يبارك بصحتكم. انا هاني جبت هنيت اختي على الخطبه تاع بنها. بالبركه عليهم. يبارك فيك يعيشك. انا تنطينين على ذاك نديرو تفتوخ نديرو. الله يبارك. شباح نديرو. الله يبارك. يبارك فيك يعيشك. يعيشك راهي الخدمه تاعك راهي مليحه وتعجبنا. حنا يعني اني عجوزه بصح راني شفنا شغل ما زالت البركه. الله يحفظك يطول عمرك. يبارك فيك. بارك فيك وجهي صحيحه كنت تجي عندك تما. مرحبا بك. مرحبا. عندي بني هذا سفيان ها مزوجه نجيب تطيب لي. ان شاء الله. مرحبا بك. ان شاء الله يعيشك. ان شاء الله ان شاء الله. يا خليك هذا طفينا بارك الله فيك. شكرا ام سفيان. يعيشك هذا طفينا. شكرا بارك الله فيك. شكرا. شوفوا الخبز تاعنا ساهل ساهل وشنو بنين بزاف وخفيف. شوف نعطيه الشكل هكذا بالطول. نحطه هنا في سنيوه، وطبعا قلنا راح نزيدو تخليوه يخمر مره ثانيه هكذا. هكذا يلا عندنا حبه بيض كامله. قلنا تقدروا تزيدوا شويه حليب في هذيك حبه تاع بيض وتدهنوا الخبز تاعكم. يلا هنا بابيت كاملة. قلنا نقدروا نزيدوا لها شوية تاع حليب تضربها مليح هكذا. يلا ندهنوا حبة تاع البيض تاعنا كامل. شوفوا هكذا. بهالطريقة. هنا من الفوق انا راني حاب نزيد له شويه تاع السميد. السميد يكون متوسط هكذا يعطيكم شكل بزاف هايل. يلا هكذا. وشوفوا راه بدا يخمر. راه هنا نجيب السميد شوفوا معايا، وندير السميد من الفوق هكذا. هذا سميد متوسط.
شوفوا هكذا. هكذا بهالطريقة. يلا حط السميد تاعي هنا. ناخذ موس ونقطعو هكذا. بهالطريقة ونخليه يخمر. راح يجي خبز ولا أروع ولا أروع. يلا هذا الخبز راح نخليه يخمر، من بعد قلنا راح ندخله للفرن على درجة حرارة 200 درجة حتى ياخذ هذاك اللون شباب ونحيوه. نعاود نوليو الوصفة الأولى تاعنا اللي درناها. قلنا المرقة تاعنا راهي طيب، الحشو تاعنا راهو واجد وراهو برد، البطاطا تاعنا قلنا غليتوها تغليوها بالملح طيب، من بعد راح نتعبزوها بفرشيره سهله. يلا هنا نجيبوا مقله، ناخذوا اتصال. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش راكي سيده مريم؟ لاباس؟ راك بخير؟ لاباس ولا غير الحمد لله؟ سؤال عليك. الله يسلمك ربي يخليك. الله يطول عمرك. مبروك على خطبة أم وليد أم عبد الرؤوف. مبروك عليها. باغي نبارك لها. شوف أنا عندي وصاية، الزوج تاعي قايلين بيت تحت من فارس، قلت له بارك الله فيك. الله يسلمك، سلمي لي عليه بزاف بزاف. زوج كلايب نوصلهم لك. الله يسلمك، يطول عمرك. قال لي قولي له بارك الله فيك والله يحفظك. الله يحفظك، سلمي لي عليه بزاف بزاف، شكرا. ربي يخليك وصفاتك ولا اروع. شكرا بارك الله فيك، يعطيك الصحه سيده مريم. مع السلامه منك. شكرا. شكرا. الله يسلمك. الله يسلمك، يطول عمرك، كامل يسلموا عليكم. الله يحفظهم ان شاء الله. ان شاء الله. امين. امين. شكرا. شكرا. مع السلامه. شكرا. شوفوا هنا. ناخذ شويه عفارينا. الحشو تاعنا قلنا راهو واجد. البطاطا تاعنا راهي واجده. تاخذوا مقله حطوا فيها شويه تاع الزيت طبعا باش تقليو الكويرات اللي حنديروهم دوكا. شوفوا هاوليك الحشو تاعنا. دونك هنا ناخذ شوفوا كميه تاع بطاطا هكذا، طبعا يكون فيها البلحه. هاي ليك شوفوا، نحط فيها شوية تاع الحشو. هكذا. ونغلق على هاد الحشو. شوف ها. هكذا. شوف بهذه الطريقة. شوف ها هكذا، ونرمدها في فارينة. طبعا نخليو الزيت تاعنا تسخن باش نحمرو هاد الكويرات. نزيدو نحط هادي هنا. شوفوا معايا، شوفوا، نعاود نرحيها مليح باش تجي لي سهله. ها يلا شوفوا هنا، هاني خليني نغبرها مليح ومن بعد سهل. شوفوا هنا هذا باش تجيني سهلة. ها هكذا. ها نزيد شوفوا، قلنا نفتحو مليح هكذا. ناخد الحشو راح نحطه هنا، من بعد نغلق عليه. شوفوا هكذا غير بالعقل.
سهله. شوف هكذا بهذه الطريقه، قلنا راح نرمدوها في الفرينه بهذه الطريقه، نزيدو نحطوا الحشو، قلنا ونغلقوا عليه. هذا غير بالعقل. شفتوا هنا علاش قلت لكم الحشو تاعكم لازم هذاك السلق يشرب مليح الماء ديالو باش كي تكونوا تحشيو هاد البطاطا تجيكم سهله. يلا ناخذوا اتصال الناس البيض. السلام عليكم. يلا السلام عليكم فارس. واش راك سي احمد لاباس؟ الله يعاونك. لاباس كيف؟ الله يسلمك يطول عمرك. واش راه الناس البيض؟ لاباس عليهم الحمد لله. الحمد لله. كاش برد؟ راك منور الشاشه يا فارس. يطول عمرك بارك الله فيك. شكرا شكرا لك خويا. باقي نقترح عليك اقتراح. تفضل. ماذا بكم ديروا منصه وطنيه لجمع المهارات تاع الطبخ في الولايات كاع. ان شاء الله فكره مليحه احمد. وا كاين كاين ناس كاين ودي ما شاء الله. شفت وجهتنا احنا البيض هنا ما شاء الله ما شاء الله. عندنا ناس يعني ما شاء الله ما شاء الله. واش تاي ما يلعبوش ال ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بهم مرحبا بهم. ان شاء الله راح نستقبلهم هنا. ماذا بينا تزوروا انتوما الولايات هذو باش تكتشفوا هذ المواهب. نقصنا شويه تلفزيون تاعك احمد وسمعنا من التليفون. الله يخليك. الله يجازيك. تفضل احمد. هكذا رانا نسمعوا فيك. يعني الوصفات اللي تديرهم ما شاء الله. الله يحفظك يطول عمرك. وطيب شويه انت احمد ولا والو؟ ولا خطيك؟ من نقعد وحدي واه. وكي تكون زوجة في الدار تكل عليها. بيان سور. بصحتكم سي احمد. ربي يحفظك ان شاء الله. بارك الله فيك يطول عمرك. الله يعطيك الصحة ان شاء الله. وسلم لي كان على الناس البيض. الله ينورك ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك. مع السلامة. شكرا شكرا. شوفوا ها ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا ها هكذا نزيدوا قلنا شوية تاع الحشو ونغلقوا عليه. شوفوا هكذا هاي لك. شوفوا ورقوا عليها غير بالعقل. من بعد قلنا راح نرمدوها فارينه. شوفوا هكذا ونحطها قلنا في الزيت راح نخليهم يتحمروا ياخذوا ديك التحميره نحيوهم. كي يطيبوا ما حش ديرهم داخل المرقه مباشره حتى تجيو تسقيو باش تحطوا لي بولات تاعكم هكذا باش ما يتشمخوش. شوفوا ها هكذا ونغلق هاي لك. شوف ها هاي لك نزيد. وهنا هاد الحشو تقدروا ديروا واش حبيتوا. تقدروا ديروا السلق وحده مع الفرماج ديروا واش حبيتوا. شوفوا هاي ليك نغلق عليها مليح. قلنا راح نرمدوها فارينة. بهذه الطريقة حتى تكملوا كامل الكمية تاع البطاطا تاعكم. نزيد واحدة هكذا بهذه الطريقة.
يلا ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك؟ مرحبا بك، واش راكي لاباس؟ الحمد لله. سعاد من مبواقي. سعاد مبواقي، مرحبا بك سيده سعاد. اخ بينا وبيك خويا، الله يسلمك. نقول لك وصفاتك راهم في القمه. الله يسلمك. اطباق ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الاخر الاخر انا والوالده رحمه الله عليها تبعث ربي يرحمها تحب تموت عليك. نعم. قلت لك كنت الوالده معايا ربي يرحمها تسبح فيك حتى هي تحب تموت عليك. الله يرحمها ويوسع عليها، الله يحفظك. يكتب لها الرحمه. وحبيت الاحسن حبيت تعاود لي لاغوصه تاع الخبز. تاع الخبز تاع اليوم؟ ها تاع اليوم. يلا او عندك الكراس والسياله؟ اه دقيقه. وتاع الاحسن دخل فيما يخص الحشو تاع البطاطا. نقدروا نعوضوا الشامبينيون بالبلون بولي ولا تقدري؟ طبعا تقدري بام لا فيون داشي ديري واش حبيتي. احنا ما عندناش هذا، ماشي شرط يكون شامبينيون. تقدري تجي الفطر هذا عندنا تاع البواط تقدروا نعوضوا بالبلون بولي. تقدري تعوضيه بلون بولي، تقدري تعوضيه بلا فيون داشي كيما حبيتي. بالطون لا ما نقدرش نعوضوه بالطون. باش بالطون؟ بالطون تقدري طبعا، علاش ما تقدريش تواسيه بالطون؟ والطون والسرق يجيب يجيب بزاف بنينه. بالطون ولا تاع الزيت؟ لا لا تاع الزيت، صفيه مليح من الزيت تاعو وتخلطيه مع كي تقلي السلق تاعك تزيدي الطون وتحشي البطاطا تاعك. بارك الله فيك. الله يسلمك يطول عمرك. بارك الله فيك. انت تاني راني من متتبعيك، راني بالكراس معمر، الكراس معمر، الطابلات معمره، البورتابل معمر، غير بلي غسل تاع الشفان. الله يبارك بصحتكم. راك في القمه يا اخي، انا الشرق راني نموت عليك. شكرا. بارك الله فيك. شكرا يعطيكم الصحه. وفيك وفيك بارك. شكرا بارك الله فيك. ربي يحفظك وربي يحفظ كل يدك ويرحم الميمه اللي شابت الكرش اللي شابت في القمه. الله يسلمك بارك الله فيك. شكرا لك يعطيك الصحه يا سيده سعاد. نشوفوا مع المخرج كيفنا الوقت نزيدوا الوصفه الثالثه. ما كاش الوقت معليش، ان شاء الله نخليوها الغدوه. وصفه حلوه بزاف هايله، نخليوها الغدوه. دونك يلا مشاهدينا الكرام راح نكمل نقلي هاد لي بولات تاوعي، نروحوا فاصل قصير، قعدوا معايا ما تروحوش بعيد، راح نشوف الوصفه تاعنا حاضرين وجاهزين امامكم، خليكم بعد الفاصل. مشاهدنا الكرام كما راكم تشوفوا فوق الطاوله راهم المواصفات تاعنا راهم حاضرين وجاهزين. الوصفه الاولى هاد الكوريت تاع البطاطا اللي كنا حشيناهم بالشامبينيون قلنا والسلق ودرنا لهم مرقه بيضاء بالدجاج، تجي بزاف بنين هاد الوصفه، جربوها وقولوا لي واش رايكم. الوصفه الثانيه الخبز اللي كان بسيط جدا، حتى المقادير تاعو بسيطه بسيطه جدا كما راكم تشوفوا. قلت لكم هذا الخبز تقدروا تقدموه كما راه ولا تواسيو دي ساندويتش وتقدموهم تدوهم يعني لمجال ولادكم ولا للبحر ولا الغابه كما حبيتوا. الخبز بزاف خفيف، خليوه برك يخمر مليح، وقلنا راح نطيبه درجه حراره 200 درجه. وشوفوا هذاك السمن اللي درناه من الفوق عطى له منظر بزاف هايل. دونك جربوه ماكوش رايحين تندموا عليه. والوصفه اللي ما قدرناش ما لحقناش باش نديروها لانه الوقت لحقنا، راح نديروها غدوه هاد صابلي العائلي اللي درناه اللي درته بطريقه بسيطه والشكل تاعو بزاف هايل وحتى المقادير تاعو بسيطه وسهل. راح نديروه غدوه ان شاء الله الا كتب ربي. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا المباشر، ما حسيتكم ولا ارواح. نتلاقى بكم غدوه ان شاء الله نفس التوقيت نفس القناه اللي هي قناه سميرة تي في. من لهذاك الوقت الله يولي بزاف صحتكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كل الفريق التقني اللي عمل معايا نهار اليوم. سلام.